لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى شاءت مشيئته بأن يجعل لكل شيء سببا. صحيح إن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن الحكمة اقتضت بأن يجعل الأشياء عبر مسبباتها وأسبابها. الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق الإنسان كاملا دفعة واحدة كما خلق آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، قادر على ذلك. لكن الحكمة اقتضت أن يكون الإنسان عبر الأبوين، يولد طفلا صغيرا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ينمو تدريجيا في جسده وفي عقله. الحكمة اقتضت أن تكون أمور الكون كلها على هذا السياق وعلى هذا النمط. ولكن غالب الأسباب والمسببات مخفية على الإنسان، يعني أنت تشوف نتيجة لكن لا تعلم أسباب تلك النتيجة. أكو أسباب، هذه الأسباب عادة خافية على الإنسان، لذلك يستغرب حينما يرى نتيجة لم يكن يعلم بأسبابها يستغرب، لكن تلك النتيجة هي نتيجة أسباب. جهلي أو علمي بتلك الأسباب لا يغير من الواقع شيئا. يعني الإنسان ما كان يعلم بوجود قانون اسمه قانون الجاذبية، علم الإنسان أو جهله غير من الواقع شيئا؟ لا. أنت الآن تعلم وتعتقد بأن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو الإمام الأول، تعلم لو ما تعلم يتغير من الواقع شيء؟ لا. الحقائق التكوينية والحقائق التشريعية لا تتغير بعلم الإنسان وبجهله. نعم على الإنسان أن يحاول ليزداد علما وقل رب زدني علما. ومن طرق زيادة العلم هو أن الإنسان يتدبر ويتفكر في القرآن الكريم وفي الروايات. هذه بالنسبة إلى الأمور التشريعية وبعض الأمور التكوينية. ويدرس العلوم الطبيعية يكتشف بعض الأمور، ومن بعض الأسباب يكتشف المسببات، وإذا أراد المسببات يروح على أسبابها. زين، الله سبحانه وتعالى جعل قانون السببية والمسببية،
لكن في بعض الأحيان الأسباب أمور بسيطة جدا لكن النتائج عظيمة جدا. الآن أكو أشجار يقدر علماء الأحياء عمر هذه الأشجار بألفي عام، 2000 سنة عمر هذه الشجرة أو أكثر. طول الشجرة ما يقارب 100 متر، عرضها قطرها يمكن 20 متر، عمرها أكثر من 2000 سنة. هذه الشجرة العظيمة في حجمها في طول عمرها هي نتيجة بذرة، بذرة صغيرة. هذه البذرة الصغيرة واحد زرعها في الأرض أو لا، ما واحد ما زرعها، إنما الله سبحانه وتعالى هي الأسباب الطبيعية، أطارتها ريح فوجدت تربة خصبة، وقبل 2000 سنة بدت بالنمو، وإذا بك ترى هذه الشجرة العظيمة نتيجة شنو؟ بذرة صغيرة. كان يمكن لهذه البذرة أن تكون جزء وجبة طعام طائر وينتهي الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه البذرة البسيطة، جعلها سببا لهذه الشجرة العظيمة. وهكذا كثير من الأمور، أكو أمور صغيرة جدا لكن نتائجها عظيمة. لذا أكو في الحديث الشريف: لا تستحقرن شيئا من الطاعات فلعل فيه رضا الله. يمكن واحد عنده طاعات كثيرة، مصلي صلوات كثيرة، صايم بالصيف صيام كثير، حاج ومعتمر مرات متعددة، منفق أموال في سبيل الله، هل هذه الأعمال مقبولة أو غير مقبولة؟ ما يدري، لعل هذه الأعمال كان فيها رياء، كان القصد قصد دنيوي ما بيها إخلاص، أو لعله كانت صحيحة في البداية لكن أبطلها الإنسان بعد ذلك. لأنه كما أن الحسنات يذهبن السيئات، السيئات أيضا يبطلن الحسنات. الإحباط، الإحباط من معاني هو أنه الإنسان عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، مطي صدقة بإخلاص لكن باكر يجي يمن أو يأذي، فالله سبحانه وتعالى يبطل هذه الصدقة. الإنسان ما يدري، لعله يتصور أنه هذه أعمال قام بها بمشقة بجهد الله سبحانه وتعالى تقبلها، لعل الله ما متقبلها. ولعل هذا الإنسان عمل عمل بسيط جدا من طاعاته، مثلا مسح يده على رأس يتيم مثلا، هذا العمل الله تقبل منه وكان سبب لدخوله في الجنة، عمل بسيط. لذا يقول لا تستحقرن شيئا من الطاعات. هاي الطاعة اللي أنت لعلك تستحقرها، تقول شنو هذا العمل؟ لعله هي هاي سبب دخولك الجنة. لذا أكو في حديث شريف: إذا نويت عملا من أعمال الخير فعجل فيه، ولا تقل إن هذا العمل صغير مو مهم، فلعل الله يتقبل ذلك العمل ويقول لك قد غفرت لك. يعني عمل بسيط لكن صار سبب دخول الجنة، ما تدري أنت. وكذلك بالعكس نفس الحديث يقول: لا تستحقرن شيئا من المعاصي فلعل فيه غضب الله. يمكن واحد مرتكب كبائر كبيرة، يستغفر، يتوب، يؤدي الحقوق الواجبة، زين، الله سبحانه وتعالى يغفر له، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولعل إنسان مؤمن في الظاهر ارتكب عمل من المحرمات، لعله هذا العمل يكون سبب دخوله في جهنم. بلى من كسب سيئة
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سيئة واحدة يمكن تدخل الإنسان في جهنم، يعني تكون سبب لكفر الإنسان ودخوله في جهنم وهو خالد فيها، يمكن سيئة واحدة، ويمكن حسنة واحدة تكون سبب لدخوله الجنة. فلذلك الإنسان في أي شيء من الأمور لا يقول هذا ما يفيد، إذا طاعة حتى لا تتصور أنه ما يفيد، لعل الله سبحانه وتعالى ينمي تلك الطاعة، يجعلها مثل البذرة اللي بدال ما تكون في وجبة طعام طائر تصير شجرة عمرها 2000 سنة. يمكن مثل هذه البذرة كانت بذور أخرى، لكن الله نمى هذه. الأعمال هم هالشكل. قبل ما يقارب 40 سنة عمنا الشهيد سيد حسن رحمة الله تعالى عليه طبع كتاب المراجعات في نسخ قليلة. هسه منو كان المتبرع لذلك المال؟ لعله مال بسيط، يعني يمكن واحد اللي تبرع بذلك المال ما كان إنسان ثري ولا متمكن، يمكن كان موظف عادي أو إنسان عامل عادي، مبلغ زهيد. وبذلك المبلغ الزهيد طبعت نسخ معدودة من كتاب المراجعات، بس ما أدري كم نسخة، أفرض يعني 1000 نسخة مثلا. ومن الأفكار كانت أنه هذا الكتاب يوزع مجانا، فمن جملة الأماكن التي وزع هذا الكتاب فيه مجانا أكو جنود يخدمون العلم، أكو في بعض الدول تجنيد قسري، يعني أي واحد بلغ مثلا 18 سنة من الشباب لازم يروح للعسكرية للجندية سنة سنتين أقل أكثر، خدمة العلم تسمى، فذول يجيبوهم في معسكرات يعلموهم يدربوهم كذا، ولعل أكثر أوقاتهم هم تمر بالبطالة إلى أن تنتهي ويطول إعفاء من الجندية مثلا أو نهاية الجندية. زين، فمن جملة الأفكار أنه نسخ من هذا الكتاب توزع على الجنود، هم مو جنود هم نظاميين، يعني عسكريين خدمة العلم سنتين يخدم وبعدين يرجع إلى عمله. زين، هذا اللي تبرع بهذا المال شنو هذا المال مثلا؟ لعله فد واحد يستحقر هذا الفلوس، يقول لا لازم التبرع يكون بالمليارات بالملايين. أو إذا طبعت نسخ من الكتاب شنو هذا العمل؟ يعني لازم يكون الطباعة بالملايين. زين، وإذا وزع ليش أنت وزعت على ذول الجنود؟ لعل بعضهم من قرى نائية جايين لا يعرفون أي طرفيهم أطول، لا أنت أطيل المثقفين والدكاترة والمهندسين وكذا، يعني أكو بعض الأحيان هالشكل أفكار تجي. زين، فوزع الكتاب وانتهى الأمر. هذا المشهد الأول في القضية. المشهد الثاني في القضية أنه واحد من إحدى القرى كان عسكري في التجنيد الإجباري في دمشق، وصلت بيده نسخة من كتاب المراجعات. هذا الشخص اسمه عمر، اسمه عمر، شاب عمره 18 سنة مثلا، وسقط في يدي هذا الكتاب وهو عسكري، وغالب وقتهم يعني مو تدريب، مو 24 ساعة تدريب، فيطالع الكتاب بالدقة ويقتنع بمحتوى الكتاب ويتشيع ويرجع إلى قريته شيعيا. وتدرون الشباب اللي شوية أقل عمرا، أمير المؤمنين يقول يعجبني جلد الشاب ورأي الشيخ. الإنسان اللي شوية يكبر فكرة يصير أنضج، وطبعا يصير محتاط أكثر، وإذا هو شاب عنده جلد، يعني عنده نشاط كذا، ما يراعي المصالح الشخصية ولا المصالح الاجتماعية كذا، إذا صار رأيه في شيء عادة يعمل. زين، هذا شاب تشيع من قرية، وكل تلك القرية وأطرافها ما فيها ولا شيعي، رجع إلى قريته
جلد الشاب بعد وجاهر بتشيعه. واحد من الأشخاص من المتشيعين بعدين هو نقل لي شخصيا قال هذا عندما جاء إلى القرية وجهر بتشيعه يقول كانت صدمة كبرى في هذه القرية. صدمة يعني أفرض إذا إحنا الآن بلا تشبيه إذا في منطقتنا يجون يعلنون أن فلان واحد من أقربائنا صاير يهودي، شلون تصير صدمة عندنا؟ يقول لأنه إحنا في ذلك الوقت كنا نتصور أن الشيعة كفار وأنهم يقولون خان الأمين وأن لهم ذيول. حتى واحد من كبار المتشيعين الله يحفظه هو نقل لي قال أني المثقف في هاي المنطقة كنت أتصور أن الشيعة ذيل هالشكل يعني هكذا. فهذا عندما جاهر بالتشيع هذا الشخص اللي هو نقل لي قال إحنا صارت صدمة عندنا وقلنا هذا من عشيرتنا خلينا نرجعه. رايح هناك على كل حال مثلا حسب تعبيره خادعي ومتشيع. يقول فإحنا صرنا مجموعة نروح نناقشه لنرجعه إلى طريقة آبائه وأجداده. فيقول هو بدأ يناقشنا، يبدو أن الكتاب كان زين مطالعة وحافظه، وقال أنه هذا المطالب هذه المطالب اللي موجودة في هذا الكتاب إذا هي باطل أثبتوا لي بطلانها أنا ما أرجع، أنا لست مجنون أترك طريقة آبائي وأجدادي لكلام باطل. هذه المطالب إذا باطل بينوا وجه بطلانها، أكو كذب في نقل المصدر، أكو كذب في طريقة الاستدلال، أكو باطل في هذا الكلام بينوا لي ما يخالف أنا ما أرجع. زين يقول إحنا ناقشنا تبين لنا أن كلامه هو الصحيح. فذول اللي كانوا جايين ليهدوا هذا الشخص المسمى بعمر هم اهتدوا. ثم بعد ذلك ركزوا على واحد من كبار الصوفية هناك وإلى أتباع وكذا. زين هذا الشخص الثاني اللي كان رايح يريد يهدي ذاك اللي هو نقل لي شخصيا قال إحنا شفنا فلان هو قطب في جماعة الصوفية وإلى مئات من الأتباع، قلنا إذا هذا يتشيع راح مئات من الناس يتشيعون وياه. فيقول رحنا ركزنا عليه وذاك الشخص اللي هو بعدين نقل لي قال أنه ذولا إجوا وتكلموا وياي أنا رحت هيئت مكتبة اشتريت كتب وسنتيا طالعت في هذا الكتب، هم مطالعة فكرية هم حرب نفسية عندي إنه جدا قضية صعبة واحد يغير وخاصة في مجتمع متخلف جاهل صعب القضية. فهم كان عندي عمل فكري وهم حرب نفسية أحارب نفسي. وبعد سنتين اقتنع هذا الشخص الآخر وتشيع، وثم بعد ذلك تشيع المئات والألوف في هذه المنطقة وهي منطقة في شرق سوريا تسمى دير الزور، يمكن سامعين اسمها في الأخبار. هذا الشخص اللي اسمه عمر الله سبحانه وتعالى جعله طريقا للهداية. يعني شوف فد عمل بسيط، فد واحد تبرع بدراهم معدودة ثمن بخس، وعمل بسيط آخر طباعة كم نسخة من كتاب، وأنه فد واحد اسمه عمر الله سبحانه وتعالى قيضه بسبب هذه الأسباب صار منشأ لهداية ألوف من الناس. يعني القدر اللي إحنا كنا نعلم وكانوا يجاهرون بتشيعهم في تلك المنطقة 5000 واحد تقريبا، وطبعا نقلولنا منهم كثيرا أنه المتشيعون هم عشرات الألوف لكن أكثرهم يعيشون في حالة تقية. ذول 5000 هم الذين أجهروا بهذا الأمر، وإلا أكو هواية أكثر من ذلك. عمل بسيط الله سبحانه وتعالى جعل فيه البركة. والله يختار الناس، يعني إذا الإنسان كان إلى قابلية الله سبحانه وتعالى يختاره، لأن الله لا يختار عبثا. أنت عندك قابلية الله يختارك، وهذه القابلية بفعلك. يعني الإنسان إذا جعل في نفسه القابلية الله يختاره. الله أحكم الحاكمين وأحكم الحكماء. يعني إنسان حكيم، يعني أفرض أنت عندك عمل في بيتك بناء، تروح تشوف العمال الموجودين تختار أحدهم، إذا سألوك ليش اخترت هذا ما اخترت اللي يمه، لعله تقول أن هؤلاء كانوا
في درجة متساوية، أو لا أعرف أيا منهم اختاريت واحد منهم. أما تارة تقول أن هذا الشخص أحسن يشتغل، عمل أكثر ضبطا، وقت يستوعب في العمل، ما يسرق من الوقت. اخترت هذا لأنه أتقن في العمل، فاختيارك شنو يكون؟ يكون ضمن ضابطة، ذاك إلى قابلية تختاره. فد مرة أنت لا علم لك تختار عبثا أو أحد الخيارات، لكن إذا تعلم بأن هذا أفضل تختاره. الله سبحانه وتعالى هو يعلم كل شيء وهو حكيم، يشوف ناس كثيرين موجودين، هذا الإنسان إلى القابلية، والقابلية هو أوجدها في نفسه في إطاعته لله سبحانه وتعالى وحسن نيته، الله يختاره. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. فالله سبحانه يختار. زين، هذا الشخص المسمى بعمر ليش الله اختاره؟ يكون سبب وضمن الأسباب لتشيع عشرات الألوف، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. رسول الله يقول لأمير المؤمنين: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، يعني خير لك من كل هذه الكرة الأرضية، ومن القمر، ومن المريخ، ومن الزهرة، ومن كل شيء تطلع عليه الشمس وتغرب. خزين، هذا الشخص هو الرجل الفلاح، هذا عمر فلاح. طبعا أنا شخصيا ما شفته، قبل 10 سنوات كنا رايحين إلى زيارة هؤلاء، فبعض الإخوة راحوا شوية يتنزهون على نهر الفرات، فشافوا هذا عمر فلاح، رجل فلاح، يعني لا هو رجل ثري، ولا هو تقول من العلماء الكبار، ولا هو من الوجهاء، رجل فلاح. لكن الله اختاره اختيار، اختاره لماذا؟ الله اختياره مو عبث. فلما علم الله منا الصدق أنزل علينا الناصر، يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فلما علم الله منا الصدق أنزل علينا الناصر. الله سبحانه وتعالى شاف هذا الفلاح، ذاك الوقت ما كان فلاح، كان شاب، شاف هذا إلى قابلية فاختاره الله سبحانه وتعالى، اختاره ليكون سببا لهداية الناس آلاف مؤلفة، واختاره أيضا للشهادة. هذا قبل يومين الوهابيين قتلوا في هذه المنطقة دير الزور، هجموا على بيوت الشيعة وقتلوا 60 واحد من النساء والأطفال والرجال كذا، آمنين واحد منهم هو هذا عمر، اختاره الله للهداية واختاره للشهادة. اختيار للشهادة أيضا اختيار من الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين في إحدى رسائله لمالك الأشتر يقول: وأسأل الله لي ولك، وأسأل الله لي ولك أن يختم أمرنا بالسعادة وبالشهادة. يعني أمير المؤمنين يدعو لكي الله يختار لمالك الأشتر وله الشهادة، لأن هذه منزلة عظيمة، الله اختاره، اختاره للهداية وللشهادة، وهو فلاح عادي. المقصود شنو هو؟ المقصود أنه الإنسان لا يستحقر شيء من الطاعات، فلعل فيها رضا الله. ولا تستحقر شيء من المعاصي، فلعل فيه غضب الله. لا تستحقر خلقا من خلق الله، هذا في ضمن الرواية، فلعله ولي الله. هذا فلاح لكن ولي من أولياء الله، يمكن فد واحد يكون زبال لكن ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. هذا الزبال اللي تشوفه أنت كالناس بالبلدية يشتغل زين، هذا أفضل لو ذاك التاجر اللي يملك المليارات، إحنا ما ندري، لأنه هذا في الدنيا هذا الأفضل من ذاك، لأنه عملية فد واحد يكون زبال هذه من الأشغال الوضيعة. لكن الله ما ينظر أنه هذا زبال ذاك تاجر، ينظر إلى القلوب. إذا هذا الزبال قلبه نظيف يكون أفضل من ذاك، وإذا بالعكس ذاك يكون أفضل من هذا. فلا تستحقرن أحدا من خلق الله، فلعله ولي الله.
لعله في يوم القيامة تحتاج إلى شفاعته حتى تدخل في الجنة. مش درانا إحنا. فالشاهد أن الإنسان أي طاعة من طاعات الله لازم لا يستحقرها. تقدر تسويها سويها صغيرة، خلي تكون صغيرة مو مهم، لعله هذه سبب رضا الله سبحانه وتعالى. تقدر تتبرع بمبلغ كبير تبرع، ما تقدر تتبرع بمبلغ كبير درهم واحد تتبرع به لمشروع خيري، لطباعة كتاب، لعله هذا العمل الصغير الذي تقوم به الله يجعله كبذرة، هذه البذرة تتحول إلى أعمال عظيمة. فإذا الإنسان يستثمر هذه الفرصة، وأي وقت تمكن من طاعة الله ولو بأمور صغيرة فليطع الله سبحانه وتعالى. سمعت أحد الخطباء الكبار ينقل يقول أنه كان رجل زار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة، وأكو واحد آخر ما عنده إمكانية لكي يذهب إلى زيارة الإمام الحسين. فيوم من الأيام قال له: يا فلان، أنت زرت الإمام الحسين مرات لا تعد ولا تحصى، أنا ما توفقت للزيارة، أنا مستعد إحدى هاي الزيارات أشتريها منك، بيعها إلي. كل هذا فكر قال: لا، زيارة وكذا شلون أبيعها؟ قال: زين هسه إحدى الزيارات الصغيرة، أنت هلقد زاير، إحدى الزيارات الصغيرة. فهذا فكر، تذكر أنه في يوم من الأيام كان خارج من منزله وهو في حالة غير طاهرة، فيريد يذهب إلى الحمام في ذاك الزمان ويغتسل، فصار مرورة من أمام حرم الإمام الحسين فوقع بصره على الضريح الشريف، فسلم على الإمام الحسين: السلام عليك يا أبو عبد الله. وهو خجل لأنه في حالة غير نظيفة، فكر قال: هذه ما يخالف، قال عندي زيارة بهذه الكيفية تشتريها بكذا مبلغ، قال: ما يخالف. فذاك دفع الفلوس واشترى هذه الزيارة. وفي الليل هذا البائع رأى في الرؤيا مناديا ينادي أنه كل زياراتك ما كانت مقبولة، لأنه زيارات كانت مقرونة بالرياء، بعدم الإخلاص، بانشغال القلب بكذا بكذا بكذا، بس الزيارة الوحيدة اللي كانت مقبولة هاي الزيارة اللي أنت مستحقرها، هاي كانت المقبولة الوحيدة. وبالصبح راح لذاك قال: نريد نفسخ المعاملة. قال: لا، ماكو فسخ للمعاملة، الرؤيا اللي أنت شفتها أنا هم شفتها، أنا أيضا رأيت كذلك. طبعا هذه رؤيا، الرؤيا مو حجة، لكن مضمون هذا الكلام هو المستفاد من الآيات والروايات. بعض الأحيان فهم مطلب يتوقف على بيان قصة أو رؤيا أو ما إلى ذلك، لا للاحتجاج والاستشهاد بالرؤيا. فإذن الإنسان أي وقت تمكن من فعل طاعة يفعل، وأي معصية صغيرة لا يستحقرها، لعلها سبب الخلود في نار جهنم، والله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. إذا شاف القلوب قلوب طاهرة والنية صادقة، الله ينمي العمل. وإذا لم تكن نية صادقة ولا القلب طاهر، الله سبحانه وتعالى لا ينمي ذلك العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها.